شعارنا قدرة تبني مصداقية عشان نقدر نحقق فعلا ولاء ورضا عملائنا. سلمنا أكتر من 30 مشروع على أرض الواقع. محفظة الشركة الآن أصبح عندها مخزون أكتر من 100 مشروع في التجمع. لأن إحنا مدرسة مش مدرسة الشوك. إحنا تعلمنا في مدرسة الأهرام إن إحنا العمل هو مبدأنا وهدفنا. الأهرام العقارية من 2002 وإحنا في المجال العقاري. بدأنا أصلا في المنصورة ونزلنا التجمع الخامس بقالنا حوالي 6 سنين. النهاردة الأهرام العقارية موفرة لكل العملاء جميع المساحات بجميع أنواع سعر المتر. من ضمن العروض الأهرام العقارية قدمتها لي النهاردة هي 10% خصم، وكمان مقدمين عروض 2 جنيه ذهب. شركة الأهرام ناس كويسين جدا محترمين، شغلهم يعني في السوق ليه سمعته. كنا بندور على محل في العاصمة الإدارية ولقينا محل في شركة الأهرام، حاجة كويسة وحاجة ممتازة يعني، والعروض اللي بيقدموها حاجة جامدة بجد يعني. الحمد لله الشركة الوحيدة اللي ما وقفتش شغل أثناء فترة الكورونا من شهر 3/2020 حتى وقتنا هذا، وإحنا الحمد لله في المواقع كل يوم بنشتغل. هم عندهم أضخم حجم إنشاءات، عندهم أضخم مخزون أراضي، عندهم أكبر معروض ومتنوع من الوحدات السكنية.